هذه الساعة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألفريد كيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا العالمية وعدد من مسؤولي الشركة. وتناول اللقاء الذي جاء بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضي جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المالية في مصر بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد وتقديم خدمات متطورة للمواطنين. وأكد السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركة وتوسيع استثماراتها في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي. من جهته أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بمناخ الاستثمار في مصر، والذي يعكس توجها واضحا من الحكومة لدفع التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.